وما نغن على خصنا نسقس شويه باش نسقس شويه ذا خل المشروع الاستثمار كيك القناه الضالين بلوك باش نسقس شويه خل الاستثمار نمشي نمشي ذا الكواد ما غاش ومان شان تفاوت ماشي كوال الاستثمار ماشي كوال المشروع مش تمني تجب اجب ذا الزاد عوض شويه الساعه وما سيدي اولا مرحبا بكم بعدا مرحبا بكم بعدا زياره كنا على غرض نتاع بالنسبه للاستثمار غنغادي في شي كار كونشانا حاليا انش كيخدم شو ديرو ديز ماينو كيخدم يعني حاولوا خاطتو يد كلشي توالت ستة ونش كيخرج المجهود حاولوا يعني باش بنادم هذه المهم هذه يخدم شويه زوج باش يستخدم هذه بعدا غادي يستنفع تاع ونص تاع تاع ميد تاع وقت ولكن للاسف ميد يعني واخا مشنا وجهات مسؤوله مثال مشاو مبادره التنميه البشريه مشاو لمجلس القروي يعني تابع من شي كار وا صراحه واش دعي من مثال المجلس الجماعة مغاز دكيت شان الطلب الإنارة توسيع الإنارة الشبكة الإنارية شبكة الكهرباء مغاز دكيت شان الطلب يا رئيس الجماعة ما حند هذيك التوسيع الشبكة جيز الطلب جيز الطلب يعني من حقيق الطلب هو أن تغادي شان الموظيف ما يسمح ليهم تغو وقت الموقف يمنع الطلب وقت الشخف يمنع أرى المياوي يعني سنة الله يعني من حق منع الطلب يعني سيف خاصة من عن الطلب هو الطلب أي إدارة تمنعه غير خاصة أيوة استشارنا كاع رئيس الناس منع الطلب نس إيوا الناس السيادة الرئيس زعما ما يوثق مش مبادرة في المثال قال مالا السيف الفوت خي وذا لا قا زعما مش مبادرة المليح تشجع السياحة تشجع تشجع الاستثمار للمناطق القروية السيد الرئيس من هذه ساعتين لنا شنو دي قوى غرغو الفائض الميزانية قال كان خلاق المدرسة ايوا صراحه انت قمت على زوج ديال النقل المدرسي واه لا لا الشهر ولا يسبوا الاستثمار ولا يسبوا المشاريع السياحيه لا الفائض توغاس الفائض ديال نقص من تمارات انت هي مال تقسم الفائض توغاس 640 مليون توغاس 420 مليون الفائض يا سي عمر تمني المجلس شي عاون غاف بالفعل ما الوالي يعاون المجلس ولي غيعاون قال شي المواطنين يعني بسطاء في مثال شكراش كيس من علاقه تمارا مليحه كاين المجلس كيما صراحه شباين غير تمارا مليحه كيما انت شي المجلس مثال واه وانا ما بنادم كتاز زوج فوت ولا زوج لا شو ايوا شو راه زوج واش الحاج شي من زوج خاص هو يعني باش يعني الحركه المنطقه يعني خاصه بشي كا تزدراش السياح ثاني تاع اسبانيا هنا شو غالبا حتى محميه حتى يج المحميه القنص القنص يج المحميه القنص غالبا تسندانيتيت يعني على طول سنه مثال تقيس النعمات تقيس النعمات منهم خمي تسنا مشاو ديال وقت السكوار الوقت السكوار تاس تخص بحزيج غافجا زاد جا الفجا هذا نداء تاس دخلت واحد المحميه مربانا ديال 30 واحد ومر خريط في مثال شهر 30 الله اعلم اللي غادي يصير امني خريط ايوا كل مر خريط في مثال تاود كيس كيس 3 4 الى اخره تاس دام زوار وصوايق نص الطلاق نص تعيق داري تمارات عجيبه سن الحال داكور دوزينا عاود كذلك في الطان دانيتا تاس في الطان دانيتا يتعجيبه سن الحال وزعما صراحه يعني ذيني تاس نديرو مير مؤخرا وسن جا الاخوان زيارات شان الاخوان زيارات وزعما بالمناسبة جازيهم بخير راهم يبدلوا يو على السانيتيت يو السيد غارين يقش نمرو التليفونين ومن بعد السيد غارين بس 6 دايير ما يميوش انت عجباسنا الحال هاي قندا في دار دانيتا وعجباسنا الحال ولكن للاسف هاقش بعد اخر خريف لا غير خمسة وعشرين ألف رومية ندير تكن سات ولا ندير وذان تاس إلى آخره ولكن خو مانيش فوت وغاري شاب خصيش خصيش الشبكة الإنارة الشبكة قد 200 متر قد قبل قد دانيتي ولكن للأسف قرية شدة حتى كترس المضار مثل 20 مليون شكو غاش بوز مازي غادي ترانسفورما شكي اللي قد كفاءة باش تسقع المشروع الاستثمار وينات كو خبيخ من عاد شان حاج تاعني تعدر دفا وتعدر لي كابليثون تعد كل شويه مشترى دوا كل شويه موينات خص لابد الدعم لان الجماعه خاص دي البولو دين ديال الجماعه ليس توسيع الشبكه الكهربائيه توسيع موامان ليس حالات الطوارئ تصنع حوايج غازلين غازلين الجماعه غازلين الفصم مولارن غازلين الفصم رعيد غازلين الفصم مدران غازل تصنع الفصولي غازلين رئيس الجماعه غازل حق الجماعه غازل انت يعني صراحه الواجب انا ما نشنيش الحشد
يعني لو كان يعني يعني الجامعة مثلا تعال سوت خدمة يعني ثاقبت لو كان عاوننا يبرميها عاوننا يبرميها ولكن للأسف للأسف ومثل وترعي القاع المواطن يخشى الحاشية مثل وغاصب بول غيره يعني يخدم طاقة يخشى الحاشية مثل واسمري قوارس بلي شيكا قوارس قوارس ديسها الهوية يعني نظريا يعني بلي شيكا يعني كارثة مستقبل لأن على حسب إنا واتسلم غا الخطاب الملكي واتسلم غا الدستور الملكي إنا الخطاب الملكي من إنا 2017 خص العون المواطنين تقرب الاداره للمواطن خص المواطن خص من عند الطلب قانونيا اتجاوب قانونيا لان الى تسمى الى تولي حنا النفاق واخا يقرا شي شقيه قال الملك ولكن دي عرض الواقع وجهه قال الملك ما يبع عليك جا قال الملك يلقى تحاول يعني غتحرك المنطقه في مثال يلقى تحرك تحاول تحرك المنطقه يعني شي غنخدموا اهلا بالعون المشاريع السياحيه يعني غنخدموا اهلا الطبيعيه يعني عجيبه 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 خدام ديك 2 3 ثاني وغندير وقت قبل ناخذ الدم وانا دابا تشوفي قانا يا الملويه واجي عم عليك تو غايف واجي بس خد 2 3 خدنا نور 10 يوم واجي ري فاضي جنا السو دواني وبريد جاني ديال واه 8 يوم كلشي دابا يعني نستغل مثال خش لك خش موقع استراتيجي ما يما يوسف يعني يوسف ري يوسد يعني دير وسط السطر في مثال زبلين صار ذاني تتبرى يعني يوسد ابن شيكا يوسد يعني يوسد الحدود الوهمية المريج المريج إلى آخره إذا ذاني تتنشن عن شو مؤهلة طبيعية في مثال أغان خرابة هاي غزران هاي ورقون خزاليس ها قبو يوان خزاليس إيش يعني إيش موقع يعني عجيب ولكن للأسف مثل قوة سوق الشاذي ملوي نقاد جوار إذا دي الشارع قوة سوق يعني المواطن يغيش الحاج وسوق والو يا ما يعني ما تبيس هذا الشيء يعني ما تحت الصدوات مش غازات ولكن إثنين واتي حاول تبيس هذا واضح الصدوات مش غازات واسلخ مين ترجم واسلخ مين ترجم واسلخ ترجم المشاكل ولا واسلخ مين ترجم خوش كا السعو يعني ماش خوش كمين تتاد زي 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 الجماعة نغم نشي كار شكا كمستثمر مستثمر سياحي من تمني شفت من تمني تتازي الجماعة من تتازي زي المسؤولين يغان غضي إقليم الناظور زي السيد العامل على رأسهم السيد العامل على عمل إقليم الناظور من تمني شك تما زي منايا زي مشروع غي تفكاري تتكي إن شاء الله غزات من تمني ثقا تما مش تمني خزاز نيش نحاش إيش نحاش الذي عون غير ثوت لا أقل ولا أكثر الحواج نغني أكس التمسي سيخ ما مشمع عن أقل الذي عونني لا غير ثوت ما راعون اني غير فوت قاعد غزات كذا يا حمد هوا تقبيت غزات يعني انا غزات ولكن مروا لي عاون غير فوت قد تمسي سيخ ذاني توها شكونها مثل كونها غاريه مش حي غاريه مشاو غاريه 50 درهم 60 درهم يعني غير موتوا باش نسيو موتوا ايوا شكون مواطنا بيد من مواطنا يعني بسيت اي غا جات عوانس 50 درهم غني غا تحي مثالي وموتا مش حاي 3 ساعات غدا مع 9 جيل معليك غا سكود 24 ساعة لا لا هو المشكل غير مشكل 24 ساعة مش غاري الفكرة ما عندي غاري الفكرة كيخدا بزاف يعني مثلا كيخدا بزاف مانيش نفني سوم مانيش غاري خص يعني الهدف اش طموح اش طموح تسمى هو انك خش الفضاء عائلي مثلا خش الفضاء عائلي غتكذا باركي غتكذا وينات ما خصش مزوات فوت الاولية هي التفاوت ايوا يعني شغل باش الفضاء عائلي يزيد غير يسخن النفع قبيت كيشو غنخشى لي فضاء عائلي دايتي المكان الاستراحة وغنخشى وغنمش مشى اللي غاشا السي عمر اش سقسي واحد مسرقي شاك السيد العميل العمالة في المشكل يا وليد لا يا عما سوا كيسم سرقي عما سوا واتنسي يقول المناسبة يعني باش كيسم مسرقي خذ في كاخذ شن حاشف لكن السيد العميل يعني اخو السيد العميل زعما قال ذاني تديد انت مثلا تعقبيت السيد العميل عما صدرك يوسف انت لا وصراحة يتكدي عدو يخشى تقدرش نطلب على المبادرة الوطنية ما تقدرش نطلب على النظرة المبادرة ربما تقدرش نطلب على المبادرة سيس من الجمعية نسحب القانون سنوينات باش خو غنخدم اثنين باش غادي مع اثنين جمعيتي غادي نهت الجمعية ايش طوات مستقبلا يعني قادر ايش الجمعية وربما غادي نعاود طوات خلق جديد يعني مرض وجهي غاسد الموقع اللي اتفقنا راح ما يمو هذا واش مشى نغني غنمشى لوليتا وخونا ان اثنين تفهم تسمى الامن ديال الطوموبيل ديال الانسان ديال حوايج الانسان كلشي حتى اي واحد يقولش ذات سي عيسو سلسله حس الزاد سميثا لي سلوسه فاهم لا لا راح حنا من الرجال راح حنا ميلا فهمت ولكن للاسف ماني غنحت خويا يعني يقيم شي طلب سياده العامل سياده العامل ماشي خاص تسرى خاص على اساس يوسف يعني باش يشجع الاستثمار في المنطقه
وهذا لقى يخدم السيدنا صراحة. يعني على حسب معلومات ميخاس السرا يعني يخلي إخواني لآخر يخلي مصدرين لآخر قال سيد العامل يسد على أساس باش نشجع استثمار ذي المنطقة، ولكن للأسف وسخ السيو انتبرت ويصغيين يعني اخي غنخذ مثال واخا نشتي مع واحد قلت كذا راسك سياده العامل الرئيس الرئيس انت تنت القبيله 37 تنت مثل القبيله مثال وانت غير خصك انت غير تطلب خلاك العامل انت غير ايوا انت غير تطلب سياده العامل على اساس من تخص المثال يعني المنطقه السي عمان الشناقشي كي كان الرئيس الجمعيه لحمايه البيئه والمال العام اقش سي سقالي من مين ماذا زوج شن طلب سيس من جمعيه يشك باش تكد انت بويلا اشتياري مستعدين باش نعاون الشين كي كنحغى العماله اشتياري سي اسم جمعيه الحمايه البيئه والمال العام لان الشين من الشين من ما غيثنا زوج انت فيه الشين الوحيد الجمعيه كي غير بندري بني شيكا لان انت راس الجمعيه كاد سيدر الوحيد الجمعيه الوحيد الموقع دي ماريف كي غيتبدان دائما اقش الرئيس الجمعيه ربدا انت في بدك اذنغ رخو فراغ رخ الشكايات راه ربدا توقع انا غسل اسم الجمعيه نشير قلق مستعدين ان شاء الله نش السيسق اللي اقدك رئيس الجمعيه لحمايه البيئه والمال العام اشد الطلب غسل السيد العامل اسم الجمعيه اسم النش ربما ان شاء الله صلاح بالعالمين اشي كمر ان شاء الله مرمين تمنيد ونشكر اشي تسع وما خل المبادره يتقل خمار من تفكاريد نتمنى زي الجماعه بني شكار اتبع لدقل الافكار الانتقام تسويه الحسابات نتمنى ان شاء الله توسيع الشبكه الاناره باش تاون تقبل شنو يتجند بني شكار استثمان 8 سنين غانغ دانيتي بني شيكات استثمان دانيتي باش يوذن المنطقه يوذن يوتسن مره ادخل من دانيتي ونشكر اشي تسع وما وشكرا بارك الله